الإسلام هو الذي كنت أبحث عنه منذ ما استيقظت نفسي. أول آية قرآنية وأول جملة عربية التي فهمتها دون ترجمة دماغية. القرآن は私にとって信仰の泉だと思っています。القرآن に立ち返ることで私の信仰が蘇らせられるといったような意味合いを持っています。 بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة لماذا زرنا اليابان؟ ولماذا الآن نحن نصور فيها؟ لأن الشعب الياباني يعاني من حيرة نفسية كبيرة مع أنه شعب منضبط. أحمد です。息子が生まれてからアブハキームと名乗っております。 فطرته السليمة استيقظت فبحث عن الحقيقة فكر وطرح الأسئلة على نفسه من أنا ولماذا وجدت على ظهر الأرض الياباني أحمد ماينو أثناء ابتعاثه لدولة أجنبية قابل أسرة مسلمة فتحت بأخلاقها نافذة الأمل في حياته ما كنت أعيش فيه هو في ظلام ظلام قلبا وروحا كنت أبحث عن الحقيقة وأدور على يعني من مكان إلى مكان آخر وإلى عقيدة إلى عقيدة أخرى شيخ أحمد ما هي الديانة التي كنت تعتنقها أنت ووالديك قبل الإسلام؟ كنت أعتقد باعتقاد البوذي وكذلك والدي وأرجو يعني رجاء منكم أن تدعو لهما الهداية. يا إله الكون يا المولى العظيم يا كريما منه قرآن كريم وقررت أن أكون راهبا بوذيا عندما كنت الرابع عشر من العمر ولكن هذا القرار قد أدهش والدي دهشا كبيرا وترجاني رجاء على الأقل تخرج في الإعدادية وما إلى ذلك السبب الذي توقفت عنده هو ولم أصبح راهبا بوذيا أني لن أستطيع أن أعيش طول عمري بوحدي أحتاج إلى شريكة حياتي ورهبان البوذا كما تعلمون ينقطعون عن الدنيا ويعتزلون النساء لذلك ترك ماينو الرهبانية البوذية وبدأ يبحث عن مختلف الديانات حتى أكون عادلا في بحثي أخذت اطلعت على يعني كتابين أو ثلاثة من الكتب حول الإسلام ولكن كان مكتوبا بأيدي المستشرقين وكنت أعتقد أن الإسلام دينا إرهابيا ويعتقده المجنونين ومجنونون وما إلى ذلك فرغم أني كنت أبحث عن الحقيقة كان الإسلام أبعد شيء نعم. عندما كنت السابع عشر إلى الثامن عشر من العمر ذهبت إلى أستراليا كطالب التبادل وأثناء مكوثي هناك تعرفت على أخت مصرية كزميلة في صفي نعم وهي عبارة عن أول إنسان يؤمن بالإسلام الذي تعرفت عليها في حياتي
من أول من دعاك إلى الإسلام بشكل مباشر؟ كان الأخ لهذه الأخت المصرية، وهو كان مهتما كثيرا في موضوع الإعجاز العلمي. نعم. وأراد أن يقنعني بها، ولكن الذي كنت أبحث عنه هو الذي يعني يشبعني روحانيا روحيا. نعم. وتعلمون أن أهل اليابان يعني أهل قراء. نعم. يقرؤون يعني أينما يكونون. نعم. فلمثل هؤلاء الناس محاولة إقناع فاشل. نعم. فاشلة. نعم. نعم. أما أسلوب والده جزاه الله خيرا، قدم إلي مصحف يعني القرآن الكريم المترجم معاني. نعم. إلى اللغة الإنجليزية. نعم. قدمني وقال لي اقرأ هذا الكتاب بنفسك. الله. يعني اقرأ هذا الكتاب وفكر بنفسك. الله. وهذا الأسلوب أشعرني باحترامه تجاه شاب صغير، كنت 18 من العمر مجرد. نعم. ولكن يعني هذا الذي أثرني. هذا الذي نقول شيخ أحمد، الأسلوب في الدعوة. نعم. يعني الله سبحانه وتعالى يقول، وهذا الكلام موجه لنا وأنت داعي الآن شيخ أحمد وكل الدعاة، الله سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنا، الله سبحانه وتعالى يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة، شوقا إلى المولى أتيت، أسلمت روحي للإله. وفي أثناء دراسته في استراليا تعرف على شخصية مسلمة معروفة غيرت حياته، وهو الأمريكي مالكوم إكس. عام 1993 كان يعرض على الناس فيلمه، الفيلم حوله، حول حياته. فوجدت التيشيرت عليه صورة وجهه، فرأيته شيكا، فاتخذته دون معرفة ماذا فعل وكيف كان شخصيته. بعد عودتي إلى اليابان يعني استعرت الفيديو، نعم، ورأيت هذا الفيلم، وما شاء الله تأثرت بها كثيرا. أريد أن أعرف أكثر عن الفيلم وتأثيره عليك شيخ أحمد. كان مالكوم إكس عندما كان في السجن قاله أخوه الكبير كمسلم، كأخيه المسلم، if you take a step toward Allah, he'll take two steps towards you. كانت هي اللحظة التي تأثرت بها يعني في سويداء قلبي. إن هذه الكلمة أصلها كما تعلمون أيها الإخوة الكرام، أصلها حديث قدسي، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. لأني كنت في تلك الحال بالضبط، لأني كنت أريد أن أتقرب إلى الله عز وجل من كل قلبي. عم الظلام فؤاديها، بات الليالي قاسيا، ما عدت أدري ما الضياء إلا مع القرآن. همعنت في آياته، فأنست في صفحاته، ورشفت من نفحاته، ما أعذب القرآن. ثم عندما رأيت مشهد الحج، عندما حج مالكوم إكس، وهو الدهش نفسه أدهش في واقعة أنه قد جلس في رجل بيض الذي كان يكره كرها شديدا، وتعرف على حقيقة الإسلام. فقلت لنفسي، هل يوجد مكان في عالمنا غير هذا المكان الذي يجتمع إليه بهذا العدد الهائل من الناس لأي غرض، لأي يعني هدف سامي، يعني ويقومون بعمل واحد لمن؟ لله عز وجل واحد، كل فج عميق تماما يشهد. نعم. منافع لهم. نعم. ويذكر اسم الله تماما. هنالك أماكن كثيرة يجتمعون كثير من الناس، ولكن
أي غرض يعني للعب. تأثرت بها كثيرا، كان آخر دعم ويعني الذي شجعني إلى أخذ آخر خط الحمراء، خط الأخير كي أكون مسلما. هو جنتي هو آية الأكواني، قرآني هو حجتي إن جئت للرحمن، بكلام ربي يا فؤادي أشرقت روحي وتلهج للإله لساني. وصلت إلى النقطة المهمة شيخ أحمد والخط الأحمر، واقتنعت بالإسلام. حدثني عن دخولك الإسلام وكيف نطقت بالشهادة، هذه لحظات مهمة في حياتك شيخ. نعم، يعني الحمد لله بعدما رأيت هذا المنظر العظيم للحج وما إلى ذلك، واقتنعت لأني كنت خايفا عن النقاط لمستقبلي. نعم. مثلا أولا انتماء إلى الديانة، هذا يعتبر في الإسلام نقطة ضعف في اليابان. نعم. نعم. الخلاصة التي وصلت إليها أن يسلم إنسان ما إلى الإسلام هو ليس عيبا يعني أبدا. نعم. بل أنه أمر يعني أمر جميل وشيك. نعم. لأن كنت أعتقد إذا أسلمت لعلي أضطر. نعم. في المستقبل أن أقول للناس عفوا أنا مسلم يعني هكذا. ولأن الالتزام الديني في مجتمع متحرر مثل اليابان يعتبرونه تخلفا وضعفا، ولكنهم لم يعلموا أن الإسلام هو ارتباط حقيقي مع رب هذا الكون. الانتماء إلى الإسلام هو ليس الانتماء إلى جماعة ما. نعم. بل انتماء إلى رب الكون. نعم. نعم. رب العالمين. نعم. فالحمد لله، فهذه الليلة تلك الليلة صليت ليس بشكل صحيح لكن على ما شاهدته. نعم. في فيلم مالكوم إكس. نعم. يعني فقمت بأول سجدة، فالحمد لله يعني شعرت كأن النور يعني يجري من الله. تحت رجلي إلى قمة الله. رأسي الله. فبعد ذلك فورا خرجت من منزلي إلى يعني مكالمة دولية، واتصلت بتلك الأخت يعني أسرتها والدها وأخيها من ذلك. نعم. فقررت يعني قلت كلمة شهادة، فطلبت منهم اختيار الاسم. نعم. نعم، وذكروني عدة أسماء والحمد لله اخترت أحمد. يا منزل القرآن نورا على أحمد، أحسست باطمئنان بالنور لما ابتدى، ثبتني يا الله على طريق الهدى، ثبتني يا الله على طريق الهدى، فكل ما أخشى سوء الختام غدا. تخيل مشهد واحد من فيلم مالكوم إكس الأمريكي أثر بشكل مباشر في هداية الشيخ أحمد الياباني، وهذه رسالة إلى أصحاب الأموال، ليكن لكم بصمة في الإعلام، فرب مشهد واحد ينصر الإسلام خير من حفر بئر. أنت اطلعت على معظم الديانات في العالم. نعم. واطلعت على الإسلام. نعم. ما الذي لفت انتباهك نحو الإسلام؟ أكثر شيء الذي انتبهت إليه وشد اهتمامي إليه هو أن الإسلام هو الذي كنت أبحث عنه منذ ما استيقظت نفسي. الله. وبدأت تسألني عن مصيرة الحياة، من أين يعني من أين أتيت وإلى أين أذهب ولماذا أعيش. الله. وكان الدين الذي كنت أبحث عنه هو الدين الذي يؤثر حياتنا البشرية بشكل كامل. الله. 24 ساعة وسبعة أيام في الأسبوع، وهذا هو الإسلام. بعد نطقه الشهادة كانت حياته كمسلم عادية جدا، إلى أن سمع القرآن الكريم لأول مرة.
الله سبحانه وتعالى يقول عن القرآن: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. أنت الله سبحانه وتعالى هداك وهداك بالقرآن شيخنا الغالي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياك على الإسلام. ما هي الآية التي غيرت حياة الشيخ أحمد؟ كنت أحضر صلاة الجمعة في مسجد كوبي بجانب كيوتو. فأثناء الخطبة كانت الآية التي ألقاها الشيخ المرحوم بإذن الله الشيخ محمد سلامة من مصر رحمه الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الآية هي أول آية قرآنية وأول جملة عربية التي فهمتها دون ترجمة دماغية، يعني التي فهمتها عن قلب الحمد لله. فبكيت وتأثرت بها والحمد لله. نور الهداية زار صدري، هو مبتدا أنسي وعمري، فعزمت للرحمن أمري وعلى خطى طه مشيت. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعث الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة مهداة للبشرية جمعاء، وإلى هذا اليوم البشر يدخلون الإسلام بسبب هذا الرحمة المهداة. بعد إسلامه بحث ماينو عن مسلمة يابانية ليتزوج منها، وبنى اليوم أسرة مسلمة تتكون من 5 أولاد. أسماء أبناء يعني أولادي على وزن فعيل وفعيلة، بدءا من سكينة وحكيم وأمين وكريم وسليمة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عينك فيهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك فيهم. آمين. وتجدهم دعاة، وأرجو مساعدتكم في تربيتهم. لا 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 نحن معك بإذن الله، نبعثهم إلى الكويت أو إلى بلد آخر لمكنهم القرآن. هنالك سببان رئيسيان في موضوع قلة المسلمين في اليابان وجهة نظري، ألا وهو سبب تاريخي وسبب يعود إلى تقصير المسلمين. أما سبب تاريخي فهو كما تعلمون أن الفتوح الإسلامية قد توقفت عند الفلبين ولم تتجاوز عنها، فمع الأسف الشديد لم تصل الإسلام بقوة إلى اليابان. وكذلك ممن أسلم في أهل اليابان كان عددهم قليل جدا غاية القلة. عندما نطلع على الأوائل المسلمين اليابانيين لا نجد، مع الأسف الشديد لا نجد ذريتهم مسلمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. الشيخ ماينو غير متفرغ للدعوة، فهو يعمل طوال الأسبوع في شركة للنفط والغاز ليعول أسرته، ومع هذا فهو حريص كل الحرص بدعوة مجتمعه الياباني للإسلام، حيث يفرغ نفسه في العطل الأسبوعية للدروس الجماهيرية وحلقات تحفيظ القرآن وشرح الأربعين النووية، ويقدم العديد من الفعاليات الاجتماعية. فقط مسلمين يحضرون هذه الدروس؟ لا لا، يحضرون غير بعض المسلمين. الحضور غير المسلمين. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. مهتمين بالإسلام واللغة العربية. نعم نعم. تجد أحد منهم تأثر شيخنا؟ أحد جاءك بعد المحاضرة تكلم معك سألك عن الإسلام؟ هل حدث لك موقف مثل هذا؟ بعض الأسئلة موجودة، ولكن كما قد لاحظتم أن أهل اليابان يعني أهل عاطفي. نعم. كثيرا ما سمعت من إخوة يعني في خارج اليابان. نعم. أنهم يعتقدون أهل اليابان أهل عقل. نعم.
لا يحدث في اليابان تقريبا إطلاقا مثل ما يحدث في الغرب. نعم. يعني بعد استماع محاضرة واحدة يقفون بعض الناس 5-6 أريد أن أسلم. نعم. أريد أن أسلم. هذا لا يحدث, هذا لا يحدث منه. نعم نعم. يعني خطواتهم بطيئة جدا. そんな素晴らしい言葉を他の英語ですとか日本語ですとか もちろん他の様々な言葉は素晴らしい言葉です。言語です。みんなどれも素晴らしい言語です。ですが、思考のアンラーが最後の啓示、最終啓示を人類へと下す、その言葉として選ばれた、そのアラビア語が目の前にそばにあるというのに、他のものに置き換えていいものでしょうか。そんなはずはありません。そんなもったいないことはありません。ですからどうかそれをよく見つめ直してください。共に見つめ直しましょう。私たちが与えられている恵みがなんと大きな恵みであることか、そして共にこの素晴らしい恵みを私たちの近くの人からその輪を広げていきつつ世界中の人々へ伝えていこうではありませんか。ビズニラヒタアラ。نحن في نهاية كل حلقة شيخ أحمد تكون هناك مهمة دعوية لمن هداه الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام. نعم. ممن نقابل مثل حضرتك شيخ أحمد. أي نعم بلدي. فنحن نقترح عليك لأنني شاهدت اهتمامك في القرآن وتعليم القرآن وترتيل القرآن للأطفال والكبار هنا عندكم في الحي، فأقترح عليك أن تعمل مسابقة. نعم. وتختار السورة أنت للأطفال وتعمل لهم مسابقة بإذن الله وتختار السورة، ونحن نتكفل بإذن الله عز وجل بتوزيع الجوائز على الفائزين. يا سلام. هل أنت موافق؟ موافق على هذا. على عيني ورأسي. الله يبارك فيك. ولكن تكون شيخنا يعني مهتم اهتماما كبيرا بحفظهم السورة التي تختار بإذن الله، وتكون هذه مهمة على آبائهم أيضا بإذن الله. بارك الله فيك الشيخ. بارك فيك. جزاكم الله خيرا. تفضل يا شيخ. الله يبارك فيك. أريغاتو غوزايماس. أريغاتو غوزايماس. القرآن واتاسي ني توتي شينكو نو إزمي دا تو أوموتتي ماس. القرآن ني تاتشيكايرو كوتو دي واتاسي نو شينكو غا يوميغايرا سي راريرو تو إيتا يونا إيميهاي أو موتتي ماس. بعيدا كنت لكن حين جئت بأول وهلة منه اهتديت، وأنت عرفته مذ كنت طفلا لماذا قلب بعض الناس ميت، لماذا قلب بعض الناس ميت. عتابي أمة القرآن حب بكم، فالهجر للقرآن ذنب، سيشكون الرسول غدا أنا أرضى، غدا ماذا نقول وما نجيب. عتابي أمة القرآن حب بكم، فالهجر للقرآن ذنب، سيشكون الرسول غدا أنا أرضى.